يبقى الايج مع البوزيتيف رودز مع التشيز غالبا هي الاستيريا صح، وعامله من ممكن مثلا او كده مش شرط يعني، بس هو سي اس اف هنا بيقول فيها سي اس اف يبقى منجايتس ماشي، يبقى الاستيريا. استري. The clear clue here is the consumption of soft cheese, which may be unpasteurized and is not recommended for the elderly or for people who are pregnant. Listeria motile non spore forming gram positive bacilli. CNS infection can manifest as meningitis, meningeal encephalitis, or even with symptoms of hemiparesis mimicking a stroke. Amoxicillin is a treatment of a choice for Listeria CNS infection. It is worth noting that cephalosporin, such as commonly used empirically to treat meningitis, have no activity against Listeria. And therefore, if the diagnosis is suspected for elderly, amoxicillin should be included in the treatment regimen. ماشي، هو لو هو امبيريكالي نستخدم سيفوترايكزون اللي هو احنا بنستخدمه على طول، ونستخدم ونضيف عليه الامبيسيلين، بس لو انا اتاكدت يبقى هخش بالامبيسيلين جنتامايسين لو انا متاكد هنا مثلا في السيف طلع. هو دايما كان ايه الانتي بيوتيك اللي بيجي في كل الاعمار، وكان ايه سيفوتراكسون ولا كان حاجه تانية غير سيفوتراكسون؟ كان سيفوتاكسين باين ولا كان ايه؟ كاتب هنا هي مش أموكسا اهو. لا احنا أموكسا سل ما بنضيف الاموكسيسيلين على الاوريدي ايه، نقلب له كل ايه مننجايتس 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 تكسين سيفو تكسيم. اه بالضبط سيفو تكسيم او سيفو ترايكزون هو كتبه هنا قبل. طيب انا عايز اجي، ايوه بالضبط انا عايز اجيب الجدول، كان في جدول لا سي اس اف اناليزز علينا منه، ايوه المانجمنت عايز اجيب ده الجدول ده، لو انيشال امبيريكال واقل من 3 شهور او انيشال امبيريكال واكتر من 50 سنه، اللي دول اللي انا بتوقع اللي فيهم اتنين الاستيريا، بستخدم سيتو تاكسيم عادي وازود عليه الامبيسلين ده كامبيريكال. طيب لو انا عرفت ان هي الاستيريا يبقى اموكسيسيلين وجنتامايسين، اموكسيسيلين بيشتغل على السيل وول وجنتامايسين يخش بقى ايه يخلص في البروتين، سينرجيستك مع بعض كويسين جدا، انما امبيريكال لا اموكسيسيلين مع سيفو تاكسيم. اذروايز كله هتلاقيه سيفو تاكسيم. اللهم لو انا اكتشفت ان هي منينجيو كوكل، المنينجيو كوكل دي بنستخدم معاها البنزايل بنسلين او سيفو تاكسيم برضو عادي، ان هما فلاس وان هما الكوكل وكله هيبقى ايه سيفو تاكسيم. طبعا هما بيدوا برضو الموضوع بالمره بقى، البروفلاكسس، البروفلاكسس كان انهي اللي فيهم المننجو ولا النومو؟ المننجو كوكر بنديله المننجو كوكر ما بنديش الا في حاله واحده، لو كان الحالات كلاسترز كلاستر كيسز هنا بقى بندي ايه. طب بدي ايه بقى؟ اورال سيبرو سيبرو كانوا زمان بيدوا ريفامبيسين، بس السيبرو دلوقتي هو الافضل. نرجع للقصة بتاعتنا، What is the most likely diagnosis? 23-year-old 23-year-old man coming to emergency with severe vomiting, which began some 90 minutes after eating rice based takeaway food. خلاص كده. That's in the circle.
فدان قال رايس بروت خلاص، لو ما قالش يبقى الاستاف. Given the likely diagnosis, which of the following is the most appropriate treatment? في السيجموتوسكوب في raised yellowish white plaques throughout sigmoid. دي بتاعت ايه بقى؟ سودومبرينس. بقى دلوقتي ان احنا بندي ايه الاول رقم واحد؟ الفانكومايسين. اورال فانكومايسين ولا انتروفينس عشان يشتغل لوكال. اورال فانكومايسين ده دي ابديت ده الملف ده. فاكرين القصه بتاعتها ولا اجيبها لكم نراجعها سوا؟ ماشي نجيبها مره ثانيه. نجيبها كده نراجعها عشان الدكتوره ما كانتش معانا، الدكتوره شيماء. واحنا بقوا بيقسموها دلوقتي، هل هي ريكرنت ولا هي إيه اول مره؟ اول مره ليها طريقه، لو ريكرنت ليها طريقه حسب الوقت بتاعها، ولو لايف ثريتنينج بنستخدم ايه الثيرد لاين دايركت بنخش فيه. ثواني بس افتح الواتس. تبعتها لك الدكتوره صح؟ هي الفيرست ابيسود ولا ريكارنت ابيسود ولا لايف ثريتنينج؟ لو فيرست ابيسود هبدا باورال فانكومايسين، اعدي السكند لاين، الثيرد لاين هيبقى برضه اورال فانكومايسين، لكن ممكن استخدم معاه اي في مترونيدازول. بستخدم ايه؟ 10 ايام. طيب السكند لاين ايه؟ الاورال فيدوكسامايسين. تمام؟ طيب الريكارنت بقى، الريكارنت دي بتحصل في 20% من البيشنت وتنكريز 50% بعد السكند، يعني بعد كتلت مره بتصير 50%. هنا لو كان within 12 ويك ولا after 12 ويك؟ within 12 ويك استخدم فيدوكسامايسين، اكتر استخدم يا اما الفيدوكسامايسين يا اما الاورال فانكومايسين، هي هما يعني. لو اكتر، لو اكتر استخدم اي واحد من الاثنين، اما لو اقل استخدم فيدوكسامايسين. طب لو لايف ثريتنينج هاخد الثيرد لاين من اللي فوق، اورال فانكومايسين ومعاه اي في مترونيدازول. طبعا كان زمان بيقولوا على المونوكلونال ده which target الكلوستريديوم ديفيسيل توكسين نايز دو نوت كارنتلي سبورت ذس اتس يوز تو بريفنت ريكرنس وي از ات از نوت كوست افكتيف. طيب الفيكال مايكروبيوتا ده بيدوه للناس اللي هي عندها تو اور مور بريفيوس ابيسود، مدينهم المايكروبيوتا دي عشان تساعد برضو انه ما يحصلش عندهم كولستريديوم ديفيسيل الاثنين او اكتر. تمام، اورال فانكومايسين دوكسامايسين معاه مترونيدازول. اللاين الثالث ده ممكن نستخدمه في اللايف ثريتنينج. ريكارنت ايه؟ اكتر من 12 واقل، اقل دوكسامايسين، اكتر دوكسامايسين او استريديوم. Which of the following is the most appropriate management option for this patient? طيب خلينا نشوف الحالة الأول. 22 year old man come to emergency complaining of dry cough over the past 2 days and slight fever. He says the cough is keeping him awake at night. He smokes 5 cigarettes per day, drinks occasional alcohol, and works in a warehouse. His blood pressure normal, or pulse normal, regular. He is abirexial, and his chest is clear. The warehouse, دي معناها ايه؟ شا. فنادق او كده ولا ايه؟ ممكن تكون ليجونيلا، لكن ال ليجونيلا بس الصوديوم كويس. طيب معاه انيميا؟ ما هوش انيميا.
هو ب في دي نمونيا اتيبيكال نمونيا. او درينك الكحول هنا بس اوكيجنالي الكحول يعني ممكن تبقى مثلا زي اللي اقول لكم بدل اتيبيكال دراي كاف احنا غالبا نستخدم ايه ماكروليت صح؟ لا هو ري اشورنس بس ليش هو مش كروك ولا لا؟ ما عندوش يعني حاجات قوية هو كف فيفر كف ات نايت يعني كروب يعني ممكن مش اصلا مش نيمونيا ولا حاجة ممكن من لا لا يبقى درايك طيب نشوف كده reassurance transfer reassurance فعلا Oh. The patient has viral upper respiratory tract infection with no evidence of significant smoking related lung disease. As such, there is no indication for antibiotic therapy and even for temporary use of a salbutamol inhaler. NICE guideline suggests that no antibiotic or delayed antibiotic prescribing policy should be agreed for patient presenting with any of the following. acute otitis media, acute sore throat, or acute pharyngitis, acute tonsillitis, common cold, acute rhinosinusitis, or acute cough, or acute bronchitis. مش بندي فيهم مضاد احيانا دول صح هو slight fever و dry cough ما عندوش أي حاجة ده. ده هما دي يعني ايه هما بيحبوا ما يدوش مضاد حيوي كتير بشكل عام ماشي لو جيبوا تريتمنت او ري اشورنس مع مضاد حيوي يعني ايه نفكر فيها What is the most likely cause of his rash? اللي هي امبيركو اجيليشن سكندري تو ليفر سيروسز ولا دول نبص على الحاله عندنا هيباتيتس بي بوزيتيف ماشي شايفه نيجاتيف ممكن تبقى باينه اليورين ميكروسكوب 46 year old intravenous drug user common accident with purplish rash on his arm and feet. He states that the rash has been present for nearly 2 weeks and is progressively worsening. It is not pruritic or painful. On examination, he is not in any distress. There is mild jaundice present. Heart to lung examination is within normal limits. Abdominal examination shows right upper quadrant tenderness. With liver edge bulbable 5 cm below below right costal margin. Skin examination reveals the babule purpura on both arms and his left foot. His right lower limb shows some erysematous nodules as well as livid reticularis. CNS examination should decrease the strength in blunt reflection as well as decreased sensation of the left foot. دي بان معاها مونو نيورايتس مالتيبلكس فيديو ريتيكولاريس بوزيتيف هيباتايت ساعات كان بيبقى معاها هايبرتنشن البربريك اللي فوق ده يمكن فاسكولايتس هو معاها برضو ار بي سيز وبروتين ار بي سيز وروتين في اليورين مش عارف مش خد الاختيارات التانية كيف في الاختيارات اي تي بي البيربرا دي البيربرا دي كان بيبقى معاها برضه بلط كتير البيربرا بتاع اللي اسمها ايه الاي تي بس البرزنتيشن لا البرزنتيشن بيبقى ابدومينال البين وارثرايتس والبربرا ده مش ابدومينال البين ممكن برضو يضرب الكيدني على فكره ايوه بيبقى معاها نفرو بس انا ماشي مع البان حاسها بان ايه رايكم طب اجري عشان المونو نيورايتس مالتيبلكس كمان صح تمام
بول أرثرايتس نودوزا، إرثيمايتس نودوز، ليفيدو ريتيكولاريس، مونو نيوراتس مالتيبلكس، and the kidney involvement are all suggestive of بول أرثرايتس نودوزا which also occur in patients with hepatitis B. The presence of hepatitis B surface antigen demonstrate hepatitis B infection. السيشن برضو مهم معاه غير الهيباتيتس بي كان الهايبرتنشن برضو كتير. دي ايه رأيكم فيها دي؟ الجلدية دي اللي جيبها هنا موليسكم كنتجيوزا شكلها موليسكم طيب هو طالب ايه هنا؟ most likely cause of this rash موليسكم موليسكم كان ايه؟ موليسكم كنتجيوزا فيروس يعني دايركت سؤال جاي لنا من الدرماتيتس من الدرماتيتس طيب كويس نعدي طيب سؤال تاني دياجنوزز ماشي ايه الاختيار التاني الاخير تكلفة اندوكاردايتس اندوكاردايتس يعني عندنا اندوكاردايتس دي اشهر واحدة الكل تقريبا نشوف ايه الموضوع طيب جرام نيجاتيف كالشر نيجاتيف كوكزيلا طيب خلاص بدل كالشر نيجاتيف يبقى هي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي بتبقى بيسموها اسيد كالشر تبقى فاستنج الفاستنج الكوكسيلا كانت من ضمنهم من مجموعة الهاك الهاسك الهاك ايوه اما البروتينيلا كانت معاهم برضو خلي بالكم هو فوق في الهيستوري كاتب ان هو تقريبا لقط كده شيب في شيب فورم هي فين كاتب ان هو هيز انكل دايري اند شيب فورم شيب فورم شيب فورم ايوه شيب السطر الثالث شيب فورم طيب هي دي بتدعم الكوكزيلا كيو فيفر بتاعت الكيو فيفر قصدك شي فارم دايما معاها طب ما هي ايوه ما هي كان هي فعلا بتعمل الكيو فيفر برضو صح؟ الله ينور عليكي صح ليها علاقه بالشي فارم طبعا برنتي بتعمل كيو نيموني كيو فيفر وبتعمل الاندوكاردايتس عنديها تمام هيباتايتس ريس ترانس امينيزيس طب هو كان هو مدينا كام ترانس امينيز هنا عليها 800 يبقى لك الكوكسيلا دي ليها علاقه بالترانس امينيز بتبقى مرتفعه شيب فارم بتعمل اندوكاردايتس او بتعمل برضه نيمونيا اللي بنسميها كيو فيفر صح؟ في حاجه تانية فيها نلزقها معاها علاجها ايه؟ مدام هي اتيبيكال هي دوكسيسيكل طيب ماشي هو ممكن حد يكمل بس معلش طيب ماشي شكرا يا دكتوره بركه دكتوره منال حابه تقراي شويه ولا شويه لا تمام what would be the most useful test to perform for this patient طيب نشوف ايه الموضوع بقى 18 سنة women get their respiratory clinic she complained paroxysmal coughing that are so severe that she is exhausted afterward and sometimes vomits as a reaction to coughing she has little contact with medical facilities and spend most of time help block for younger spilling her symptoms have been counting for around the past 4 weeks and right at the beginning of her illness around 6 weeks ago she had what she thought was heavy cold physical examination unremarkable HP كويس WBC كويس C-reactive protein 37 coughing then vomiting ممكن تكون wobble
ولا لا؟ هي بال الباترن بتاعت الكف دي. ايوه حكيت ولي بين كف. بتاعتي تمام. بتاعتي يا شباب، هي الكف دي دروس الباروكسيسم كف دي يعني ايوه حقته، هي البتن حقها حقت الوبين كف، الوبين وال، ما هي قالت مون قالت ويبين كف، فأنا بقول لها إنه يعني إنه دي البتن حقت الكف حقتهم يعني. طيب نعمل ايه؟ طيب ناخد سواب يعني، ولا بي سي ار، ولا سيرولوجي تيست؟ أعتقد سيرولوجي صح؟ سيرولوجي فعلا. سيرولوجي. The key features which drive toward diagnosis whooping cough related to the Bordetella pertussis, P. pertussis infection. Typical history called symptoms which last for approximate 2 weeks followed by paroxysm coughing. She is also less likely to have engaged with vaccination surface. Given her age and stage infection, serology is the most appropriate next step confirming the likely diagnosis. Stage of her disease, antibiotic have no value in shortening the duration of symptoms. يعني الانتيبيوتيك مش هتقلل. يعني بنبقى بنستخدمها ستريبتومايسين. بس هو مش بيقلل الديوريشن. Shortening of duration of symptoms. ماشي. ماشي اوكي. طيب المانجمنت اوف تشويس. لها ملاريا. هنا ثين فيلم نيجاتيف. ايه نيجاتيف؟ ان تو سيبريت سامبلز نيجاتيف. الثين المفروض الثيك بتطلع لنا ان في ملاريا، الثين تطلع لنا نوعها ايه. طيب نشوف ايه الموضوع بقى من فوق كده. 58 سنه women present 2 weeks history fever headache she had returned 2 weeks previously from 1 month safari holiday in south africa. She took malaria prophylaxis while away on her return, accordance with her general practitioner instructions. On examination, temperature 37.7, 1 yes. centimeter diameter black scape on her forearm, surrounded by erythema, mild swelling. There was the right axillary lymphadenopathy. She had non-blanching petechial rash over her trunk. Her abdominal was mild tender. On examination, no hepatosplenomegaly. Typhus ولا لا؟ typhus. Treatment هيكون doxycycline. Doxycycline. Atypical. This patient's classical symptoms and sign of tick typhus or rickettsia, which is common condition caused by thick bite while walking in Greenland in South Africa. The black lesion on the hair forearm is cure. ولا شنو يقولوا لها دي؟ إشر 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 إشر. That forms at the side of the thick bite. تمام. إشر long with regional lymphadenopathy ويكون vasculitic rash flu-like symptoms وديل features of typical presentation. Doxycycline is the treatment of the choice. Complication and organ damage, peripheral gangrene or secondary infection and mortality. Which of the one of the following would be the appropriate antibiotic? الانتيبيوتيك اللي ينفعنا هنا. ماشي. 18 سنة old student referred by GP to the emergency department suffering from pharyngitis, shortness of a breath, wheezing
and more piliform skin rash. Repeat the form. On examination, generalized lymphadenopathy with in the lower zone is confirmed, and some skeletal muscle tenderness on palpation, chest X-ray carried out and shows marked lower zone consolidation, which seem much worse than finding noted on examination. Investigation reveals slightly elevated white blood cell with normal urea and electrolyte. Presence cold glutination is noted. Wheezing. للميكوبلازما نيمونيا تمام مع هيمولاتيك انيميا مظبوط مايكوبلازما ايوه قلنا معاها هيمولاتيك انيميا ومعاها تارجت ليجن هو مش جايب التارجت ليجن هو جايب الهيمولاتيك ما هي الموربيليفورم دي التارجت ليجن بس هو جايبها بطريقه ثانيه يعني بيلحم فيها والله لخبطونا والله طيب كليثروميسين كويس ايوه كليثروميسين تيبيكال هتاخد يا اما ماكروليد يا اما دوكسيسايكلين ايوه الكليثروميسين انا هي ميكوبلازما خلاص ما فيش حاجه تروح ماكروليد انتبيوتس زي الإريثرو والكليثرو هو ايه؟ ايوه الفيرست لاين وبعدين لو السيفير كيسز ياخد ال ايوه انا بدور على السيفير كيسز دي بس تاني كان في الجنيلا اتيبيكال ايه الاتيبيكال even in severe infection طب احنا كان الليجنيلا دي لما كانت بتبقى سيفير قوي كنا بنستخدم ايه للسيفير ليفوفلوكسيسين باين ولا ايه كنا هم ايوه الكولونون يعني سيبرو كيلونز ماشي اضحكي اضحكي ماشي جيلك دلوقتي عادي 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 خلي روحك رياضية Which of the following is most appropriate antibiotic therapy? من دول اوكي شكلها انت بك النيمونيا عاملة بلاد وبرد هيك عاملة ايه اللي تي عالي ايه اللي تي عالي بتاعت ندور على الصوديوم صوديوم كويس هو كله عالي الليفر كلها عالية مش بس ال ال تي انيميك البيشنت تمام 39 سنة شيب فارمر خلاص دي كيو فيفر صح طيب كيو فارمر كمل ايوه شيب فارمر جايب جوندس وفيفر ورايت ابر كوادرنت بين ديفلوب اوفر 24 اورز عنده دياريا سمول اماونت دارك يورين تمام he tells he has clearing dead wood out of some flooded hedges over the past few days. Examination temperature high, with blood pressure low شوية. He is jaundice, abdominal palpation, marked right upper quadrant tenderness. وهي فعلا كيو فيبر قلنا بيبقى فيها زي arrangement لل لا بس انت عارف ال لا بس معلش ارجع شوية للسيناريو لحظة شوف الحتة دي لا ما حكيت الفيبر أنا حديك دي حكيت اللحظة اللي اسمها اللي بتعمل يلو ريد اللي بتسبايرا اللي بتسبايروزس لايم قصدك؟ تبع ايوه شوف الحتة حكيت الكلينينج ديد وود اوت اوف سم فلودد
انا معاك، هي دايما اللابتوب بتبقى بالتكس اللي بتبقى على البودز وكده، بس هل في ايوه بيتش. تعض او كده؟ لا ما خلاص، ما هي حتى يعني دايما هو اي مكان فيه مصادر بتاعت مويه وكده، ويعني ده مكانها هي كده. هو عايز يلخبطنا بالشي معاه فارما بتاع الغابات بعدين عشان والخشب ده، قال لك عندك او غابة، الايه. وقال لك خشب وود او غابة، شك في اللايم يعني. لا لايم، لا عندك فلودد فيضانات، هيتش فلودد هيتش. هو الخشب بينظف المكان، الخشب اللي فيه يعني فيه كان فيضانس او كده، في حاجة يعني حاجة تبع الموية دي. لا يعني ليبتوسبايرا هي مع صح، الليفر، ليبتوسبايرا ليبتوسبايروز، انت قصدك على ليبتوسبايروز بتأثر مش على اللايم. الرينر هنا. انا او ما قلت التكرير لايم، كمان. يا الله سوسك انا قلت لايم، انا قلت لايم. لا لا هو لا ايه، بس نحن بنقول اللايم لايم. من ضمن الليبتوسبايروزز. انت قلت انا سوري، انا لقطتها سبايروكيتس. الحمد لله يا رب، الحمد لله. سبايروكيتس طيب كويس اني اعترفت. هي فعلا. الليبتوسبايروس طيب بتعمل معاه كمان حاجة في في الكونجنكتيفا؟ جوندس. ما هو قال انه جوندس انت قاعدة تقولي والبيجمنت. اصفر على احمر على ال، ايوه هما هي دي الحاجه المميزه فيهم، ايوه اصفر على احمر. صح، فهمتك. احمر ده ايه، رينال يعني؟ لا يعني بيكونوا ريد مرجك ايز السكليرة كده، مرج على جوندس كده في السكليرة. تحس انك تمام. كونجستد كده يعني. دي انا بس طيب بحاول بس اذكر عشان تفرقها من الكيو فيفر، هي بتعمل تضرب الرينال كمان، يعني رينال بتضرب الليفر، وليفر رينال والليفر، لما تضرب الرينال والليفر يبقى بيضربوها مع بعض. ايوه الزيزيز. طيب علاجها ايه؟ بنزايل، بنسلل، بدل هي بنزال سبايرو. بنسمن. يعني انا لو حلتها على لايم ديزيز كنت اختار برضه بنزل عليه. ليبتوسبايروزيس ويلز بوستيسيس. ديسيز. The diagnosis of leptospirosis, even as the patient occupation, presumable, putting him at risk of infection from animal urine, fever, jaundice, renal impairment, Wells disease, amoxicillin, doxycycline, macrolide are appropriate treatment for mild to moderate leptospirosis. However, in patient in clinical on severe end condition, IV antibiotic are appropriate choice. Other supportive management should be considered, including clotting abnormality. Role of steroid has not been fully established. May reduce risk of vasculitic complication, pulmonary hemorrhage, and acute renal failure. Not fully established. واحنا بنستخدم ايه في الحالات السيفير قوي؟ الاي في نزاين نسد، اذروايز نستخدم اوكسيسون اللي هو الايه، الماكروليد والدوكسيسايكل. طيب ماشي، ناخد سؤال تاني. ايه الدايجنوزيس برضه من دول الاخير؟ شيستوزميزيس. هيموجلوبين قليل قوي. بليتلت هاي. طيب نشوف ايه الموضوع من فوق كده. مش ووتر 37 سنة، ومن جاية من شهر، هيستوري ماليز تايردنس شست بين هوبلسنس. من كريستوم دكتور، يعني في سويمنج، في سويمنج وفي نويز يعني روفلر مع الانيميا الكتيرة دي. احنا هنروح لإيه؟ للهوك وورم. تمام. دي خلاص يعني، عايزين بس النقط اللي احنا بنشخص بيها ونعدي. طيب Diagnosis. بوزيس من دول وتروبيكال سبرو مع التي في والاي بي ام كريبتوسبوروديوم و سيتوموجرام فيروس كلهم بتوع ال HIV. طيب نشوف اسفاس بسيلا نيجاتيف سي تي ابدومين ريتروبروتونيال بارا اورتيك لينفادينوباثي اند هيبات سبلينو ميجالي الكالاين والاي اتش تي. تيستوسوما
لا أسد فاست سين و ونيجاتيف يبقى كريبتس برودي. مش نيجاتيف. نيجاتيف لا هو في أسد فاست بس اللايسين بس المايكوبكتيريا نيجاتيف بي سي ار. تمام نشوف هو ايوه صح صح ولا لا. بيكون نيجاتيف معناها معناها تمام المايكو النون مايكو. نشوف هو اتش اي في ولا لا، جاي عنده دياريا فيفر ار رايت ابر كوادرنت ادميت تو ريكريشن يوز كريستال ميثامفيتامين اون اكزامينيشن عنده هيبات سبلينوميجالي لنفادينوباثي انيميك دبليو بي سي نازل 3 والبليتلت ثرومبوسيتوبينيا. شوف لو عنده اتش اي في ده معناتها اوكي صح زي ما قالت الدكتوره تبقى كريبتو سبوريديا النون مايكو النون مايكو بكتيريوم ايفيوم النون مش كان عندنا النون بيجينا نيجاتيف النون مايكو ادي المايكرو ايفيم بس ما يعطي اسيد فاست بس اللايسين بيتي ايوه نيجاتيف بدي نيجاتيف ايوه الاي بي حقه هو البي سي ار تبعه نيجاتيف ولا لا مايو بكتيريا لا هي سين الاسيد فاست اللاي شافه تمام البي سي ار بس باختصار مايكرو بكتيريال تي بي ام تي بي بي سي ار نيجاتيف يعني مش تي بي تمام مايكرو بكتيريوم تي بي صح نيجاتيف يعني هو بيكسكلود التي بي من هنا ايه الباقي لا الافيام اللي هي باعتبارها نون بكتيريوم نون مايكرو بكتيريوم واحد من التايبس بتاعت النون مايو بكتيريوم ايفيوم بيشنت انيميك وذ لو بليتلت لو دبليو بي سي ايفيدنس اوف انفيكشن evidence of lymphadenopathy on CT scan and non-TB with acid fast bacilli identify on biopsy additional abnormality seen في liver function test possibility myobacterium avium as a being the most likely cause of presentation this patient has history crystal methamphetamine use raising possibility of HIV infection and subsequent immunocompromise. والانتيبيوتيك كلاريسر وإثمبيوتول وريفامبيوتين. بس نقرأ شوية سيتوميجالي فيروس انفكشن. هو بيكوز جلاندولار فيفر سيندروم تايبيفايد باي فيفر ليترجي لينفادينوباثي رياكشن ان immunocompromise host can present with colitis. Small biopsy result in alternative diagnosis. Okay. The cryptosporidium can here cause self-limiting diarrhea, context immunosuppression, cause severe diarrhea and disseminated infection, multi-organ system involvement, pro-fatal treatment, hyper supportive. An immunocompetent host while treatment of underlying immunosuppression, heart in HIV positive patients. What's the most likely cause of the lung finding here? Glucose 2 plus in urine. With WBC 15.